كابتن ماهر، سألتك قبل الفاصل على أسباب تغير رتم النادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي عن مباراة أسوان، ويمكن مباراة أسوان كان أكتر حاجة كل الناس لاحظتها هو الميس باسس الكتيرة بالنسبة للفريق في نص الملعب. يعني هو الريتم، الثقة بدأت من الاتحاد المسيري، يعني بداية انطلاقة النادي الأهلي كانت كل الناس مستنية عايزة تشوف النادي الأهلي، وحشها النادي الأهلي وحشها أداء النادي الأهلي اللي بيمتع وبيميز عن أي فرقة. فبداية الاتحاد المسيري أمير ادي ثقة، مكسبنا الماتش الأولاني في تونس وبعدين العودة بثلاث أهداف في الماتش الثاني، ثم بداية الملف بقى اللي هو المحب بالنسبة لنا الدوري العام. تكسب الإسماعيلي، فرقة من الفرق طبعا المصنفة، الإسماعيلي فريق قوي طعم بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، عمل ماتش حلو صراحة قوي، مدرب ولعيبة عكس ماتشه مع المحلة صراحة. يعني تكسب مباراة الإسماعيلي اديتك برضك ثقة أكتر، المكسب بيجيب مكسب أكيد. مباراة أسوان احنا لحد فترة الربع ساعة الأولى يمكن كنا يعني انتشرنا واستحوذنا وأدائنا بشكل كبير، زي ما كابتن جمال قال هدف واحد مش كافي، يعني ما قدرناش برضك بلغة الكورة انك انت تقتل المباراة زي ما انت قلت أمير، احنا نجيب الهدف الثاني صح. ادت ثقة طبعا لأسوان انه بدأ يستحوذ الشوط الثاني وبدأ ينقل وبدأ يعمل حاجات علينا مرتدات فيها خطورة بشكل كبير، لكن طبعا خبرة لعبتنا أفضل طول عمرنا، عندنا الشناوي، عندنا عبد المنعم خط الظهر نص الملعب إذا كان ديانجا أو فتحي أو السلية، فقدرنا يعني نخرج نحتفظ بالمكسب. أداء الأهلي في ماتش أسوان مقياس قبل مباراة القمة؟ لا خالص خالص، مباراة القمة طول عمرها ملاش مقياس، أهلي أحسن زمالك أوحش تبقى قلقان، العكس زمالك أحسن أهلي أقل تبقى قلقان، ملهاش أي مقياس أمير. أنا في رأيي مقياسنا إحنا في المباراة دي الدوافع وروح الفنانة الحمراء والدوافع القتالية للعيبة النادي الأهلي، أول ما يبقى في قلب ويبان من أول صفارة الحكم، أول كورة أنت بتشارك فيها بتاخدها بتستحوذ، تأكد إن بتدي لك الثقة طبعا، بتبدأ الثقة بقى واحدة واحدة، بتجيب جول الثقة بتزيد، بتحافظ على الجول، بتحاول تجيب جول تاني بتفرق معانا بشكل كبير جدا. فاول حاجه بنطلبها من لعبتنا، وانا جربت القمه دي اكتر من 12 سنه، اكتر من 24 مباراه. نادي الزمالك بيعمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، نادي الزمالك مهما كان النادي الاهلي في حالته كويسه او حالته متوسطه هو بيعمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، عارف النادي الاهلي نادي قوي وعنده خبرات وبيعرف يتعامل مع مباراه القمه دي بحرفيه. والنهارده عندنا الحمد لله هيد كوتش على اعلى مستوى، اكيد هيبقى عنده حاجات هيفاجئ بيها يباخد بيها نادي الزمالك في هذه المباراه. فنتمنى رقم واحد حته الروح القتاليه عاليه، رقم اتنين ازاي ندافع يا كابتن جمال صح يا امير، مهم قوي طبعا، انها تحت الكوره 30 يارده خطوط الثلاثه قريبه من بعض، والراجل دي عملها في الاربع ماتشات، الراجل عملها بشكل كبير جدا بتامنك، ولما بتدافع صح وبتستحوذ عندنا الباصات اللي احنا متعودين عليها بقى اللي هي تسليم في الرجل، باص واثنين وثلاثه لحد ما تبلغ ثغره بتبدا تخش منها صح، بتقدر تسجل منها هدف.